السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا صديقي عبد الرحمن؟ بخير والحمد لله. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من المطار. أين ذهبت؟ ذهبت إلى المملكة العربية السعودية. متى ذهبت إلى المملكة العربية السعودية؟ ذهبت قبل شهر. هل ذهبت وحدك؟ لا، ذهبت مع عائلتي. هل أبوك مسلم؟ نعم، هو مسلم. وهل أمك مسلمة؟ نعم، هي مسلمة، وأخي مسلم، وأختي مسلم، والحمد لله. ما شاء الله، ما شاء الله. لماذا ذهبتم إلى المملكة العربية السعودية؟ ذهبنا للحج. كلكم ذهبتم؟ لا، فقط أنا وأمي وأبي. وأختك وأخوك ما ذهبا؟ لا، أخي ما ذهب وأختي ما ذهبت. طيب، هل عندك تمر من المدينة المنورة؟ طبعا عندي. ما شاء الله. أعطني واحدا من فضلك. تفضل. ما شاء الله، حلو كثيرا، حلو جدا. نعم، تمر من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن التمور. طيب، أعطني واحد آخر. خذ. خذ. ما شاء الله. تعرف التمر طعام العرب. أنا أحب التمر كثيرا جدا. طيب، هل ممكن واحد آخر؟ لا لا يا شيخ، هذه التمور لأخي وأختي. طيب طيب طيب، مع السلامة. شكرا شكرا كثيرا. مع السلامة. أخيرا أخيرا، الحمد لله. أسئلة كثيرة.